بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني جميعا، الله يجزيكم الخير وشكرا لحضوركم، وأنا سعيد حقيقة بأن أكون معكم هذه الليلة إن شاء الله تعالى لنتعاون جميعا في التعلم كيفية ضماد الجروح. فنبدأ إن شاء الله تعالى المحاضرة اللي هي Wound Dressing أو ضماد الجروح. فحنبدأ بس أعرض لهذا السيناريو، هي عبارة عن كيس سيناريو، هذا عبارة عن جرح كما ترون، ما بعرف جميع يمكن شاهدوا جرح بطن، فتح بطن كان في عملية دمج كنترول سيرجري، وهذه بعد الدمج كنترول هذا البطن مفتوح. فهذا كمثال عن الجروح واللي بيواجهها الجراح وبيواجهها الطاقم التمريضي في المستشفى. اليوم إن شاء الله تعالى هنتعلم أو هنتعرف على كيفية ضماد الجروح. من خلال هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى سيكون لنا مرور على أنواع الجروح وأنواع التئام الجروح وطريقة الالتئام، ونتعلم على عوامل التئام الجروح والعوامل المساعدة والعوامل المحددة للالتئام، يبدو في حدا فاتح المايك، اذا ممكن تروح. هنتعرف على اهميه تقييم الجرح وقبل في علاج الجروح، وحنوضح انواع الضمادات المختلفه المستخدمه في ضماد الجروح المختلفه، وحنعطي الطريقة المثلى لاستخدام الجروح وطريقة الإفكتيف تكنيك في تداوي الجروح، وما هي التحديات اللي تواجهنا أو تواجه أي معالج في علاج الجروح، إضافة إلى نعطي شوية فكرة عن التكلفة والكوست افكتيف لضماد والعنايه في الجروح. ما هو الجرح؟ يعني اظن الجميع يعرف هذا الامر، بس نحن هيك للتذكير. الجرح هو عباره عن انقطاع في سطح الجلد، قد يكون في اي سطح من اسطح الجسم، ممكن يكون الجهاز الهضمي، ممكن الجهاز الوعائي، فانقطاع في سطح الجلد يؤدي إلى اضطراب في الوظائف الجلد والتثقيب الذي تحت الجلد من صفحة نفسه، وقد يكون له عدة أسباب، إما أن تكون أسباب مرضية أو أسباب حادة كالتروما والجروح جروح العمليات. وتقييم الجرح يعتمد، نحن هنا سيكون من خلال المحاضرة سنركز على تقييم الجرح، هناك عدة تصنيفات للجروح، بس نركز على التصنيف الزمني للجرح، بمعنى أن يكون إما أن يكون جرح حاد أو جرح مزمن، acute wound أو chronic wound، واللي هو طبعا الألسر أو القرحة هي نوع من أنواع الجروح واللي هي تعني الجروح المزمنة. وحسب تعريف بيتس اللي هو الجرح هو عبارة عن انقطاع في سطح الجلد الذي يؤدي إلى تغير الوظيفة، وظيفة الجلد والأجهزة أو الستركشر اللي تحت الجلد. هاي فكرة عن الأناتومي تبعت الجلد أو الفكرة التشريحية للجلد اللي هي مكون من إبيديرمز وديرمز وسبكتينيوس تيشو، والإبيديرمز هو عبارة عن طبقتين، طبقة الستريتم كونيوم أو الطبقة الكيراتينية، وطبقة الخلايا سيتم جيرمينيفم. وطبعا الديرنس بيكون في الديرنس في عندنا البصلات الشعرية، وحول البصلات الشعرية حيكون عندنا الغدد العرقية والغدد الشمعية، وحول بصلة الشعرة حيكون عندنا العضلات المتحكمة في الشعرة. تحت طبعا الديرنس حيكون عندنا السبكتينيوس تيشو، واللي بهذا الجزء حيكون في عندنا الاوعيه الدمويه الشرايين والاورده، بينما في الديرنس فقط الشعيرات التي تغذي الخلايا
والأنسجة في منطقة الديرم. نحن كما نعرف الجلد هو خط الدفاع الأول، عندما ينكسر هذا الخط فيكون عرضة الجسم للجراثيم وعرضة للهجوم من العوامل الخارجية. طبعا هون أنواع الجروح، فنحن نركز في هذه المحاضرة على الشخص اللي هو أكيوت وكرونيك، أو الجروح الحادة والجروح المزمنة. الجروح الحادة طبعا من ميزاتها أن أول شيء فترتها قصيرة، وعادة لا يوجد هناك عامل مرضي مسبب لهذا الجرح، وتلتئم بسرعة، وعندما تلتئم لا يكون هناك، تكون قوية، التئامها قوي ولا يكون هناك انكسار في الجرح أو انقطاع في الجرح مرة أخرى، وعادة تلتئم بما يسمى مرحلة التهاب طبيعية normal inflammation phase. وأمثلة عليها طبعا جروح العمليات بشكل عام، كلها هي من الجروح الحادة، جروح الإصابات التروما أو الرضوخ، الحروق كلها من الجروح الحادة، السحجات، التقطعات اللي في الجلد laceration، إضافة إلى الجروح النخزية أو البنتريتنج وون، إضافة إلى جروح طلق النار. كل هذه من الجروح الحادة. أما الجروح المزمنة، فتتميز الجروح المزمنة بأنه أول شيء هناك دائما هناك عامل مرضي خلف هذه الجروح، قد يكون إما نقص التروية أو ما يسمى الفينس انسفيشنسي أو الاختلال الوريدي في الجلد، أو ما يسمى النيكروتايزنج في شايتس. طبعا تتصف هذه الجروح بأنها طويلة الأمد، تأخذ وقت طويل لتلتئم، دائما في حالة أكتيف هايبر أكتيف ستيت، وتستمر مرحلة الانفلاميشن بشكل كامل دائم. فهذا الميز للجروح المزمنة. أمثلة عليها طبعا واضح عندنا قرحات الفراش اللي هي بريشر ألسرز أو بيت سورز، القرحات الوريدية اللي هي بتكون نتيجة الفينس انسفيشنسي اللي نتيجة الدوالي القدم وعدم الاضطراب في العود الوريدي للجسم الفينس انسفيشنسي، إضافة إلى جروح الارتيريال ألسر نتيجة إما نقص التروي أو التروي المفرطة في الشرايين. من أمثلة عليها النيكروتايزنج فيشيايتس، السليولايتس، والقرحات السكر أو دايابيتيك فوت ألسرز. هون ما هي الأطوار التي يمر بها الجرح من لحظة تكون الجرح إلى حد ما يلتئم الجرح بشكل كامل؟ هو حيمر بخلال أربع أطوار، أربع مراحل، اللي هي الهيموستاسيس أو الإرقاء، الإنفلاميشن الالتهاب، البروليفريشن اللي هي التكاثر، والريمودلينج اللي هي النضج. طبعا الهيموستاسيس تكون مباشرة بعد الجرح، بعد تكون الجرح ويكون نزيف وخروج الدم من الجرح، فهي عادة مباشرة بعد الجرح. والخلايا المساهمة في هذا الطور اللي هي الصفائح، الوظيفة لهذه الصفائح هي تشكيل خثرة لإيقاف النزف، والغاية هو إيقاف النزف. بينما طور الانفلاميشن او الانفلاماتوري فيز، وهذا ياخذ عاده من اليوم الاول الى من يوم الى 4 ايام بالنسبه للاكيوت وون. والخلايا المساهمه في هذه خلايا البلعمه اللي هي النيتروفيل والماكروفيج، والوظيفه انه هي الفاجوسايتوسيس البلعمه، وهي عباره عن تحضير الجرح او تحضير نهاد الجرح للالتئام و الوند هيلينج.
بينما مرحلة البروفريشن أو التكاثر، وهي عادة تكون من اليوم الرابع إلى يوم 21 يوم تقريبا، وفي هذا الطور الخلايا المساهمة أو الأعضاء المساهمة هي اللي هي المايكروفيج، الليمفوسايت، الأنجيوسايت، النيوتروفيل، نيتروسايت، الفايبروبلاست، والكيراتينوسايت. الهدف من وظيفة هذه الخلايا، إذا ممكن حدثي حتى فتح الميكروفون يا شباب، إن الهدف منها هو ملء هذا الفراغ اللي حصل نتيجة القطع في الجلد، وحتى يعود الجلد إلى إغلاقه بشكل كامل، وظيفة الإغلاق establish skin closure function. والهدف منها حتى تشكيل الخلايا والكولاجينز والأوعية الدموية حتى تشكل اندمال في الجرح والتئام به. الريمودلينج اللي هي هذه بتبدأ من يوم 21، قد تستمر إلى مدة سنتين. نحن إمتى بنقول هذا الجرح أخذ استقراره؟ عادة نعطي فرصة لمدة سنتين حتى نقول هذا الجرح أخذ الاستقرار تبعه، وإذا كان استمر أكثر من سنتين بيسموه وقتها هايبر أكتيف، بهالفترة بيسموه هايبر أكتيف، أكثر منها بيسموه كيلويد. والمساهم بهذه الفترة خلال هذه السنة أو سنتين بيساهم بهذا الأمر الفايبروسايت، واللي هي بتساعد على إيجاد قوة لمنطقة الجرح، تنسايل سترينكس وشو اسمه، حتى تقي منطقة الجرح من الانكسار و هاي تكون إجابة ثانية. كمان يبدو في أحد فاتح المايك، إذا ممكن يسكره. هلا نحن بنيجي على تدبير الجروح أو العناية بالجروح أو الووند كير، واللي هي الهدف منها إيجاد بيئة سليمة مناسبة لالتئام الجرح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بطرق مباشرة أو غير مباشرة، بالإضافة إلى منع حدوث جرح مرة ثانية أو انكسار مرة أخرى في الجرح أو في مناطق في منطقة الجرح. بمعنى أدق، ليس الطمأن يا اخوان، في حدا فاتح المايك ممكن يسكره. بطريقه اخرى، ليس العنايه بالجرح هو فقط وضع الضماد على الجرح، انما هي عمليه شامله للجرح. من المهم جدا يعني اول شيء نسوي تقييم للجرح بشكل جيد، للمريض، لنوع الجرح، ان ينظر الى الجرح بشكل شامل للجسم كامل، وإذا كان حاد وهل هناك خلفيات لهذا الأمر. طبعا هون لازم ننوه أنه إذا عندنا جرح، أولا ينبغي أن نتأكد من بيسموها الـ ABCD، بعد ما نتأكد منها. نحن دورنا هون في هذه المحاضرة هنشرح أكثر فقط على اللوكال، خلينا نقول كير أكثر من الديتيل. هذه يعني بعد ما نتأكد من أنه المصاب يعني أمره مستقر واستقرت أموره، فنحن الآن في هذا الطور. الهدف التثبيت الجرح أو العناية بالجرح أو الوند كير، أول شيء حتى نسهل عملية الإلقاء أو توقف النزف، حتى نقلل الفقدان النسيجي، حتى نحفز الجرح للالتئام، حتى نقلل التشكيل نوت او ستار فورميشن بعد ما يلتئم الجرح بشكل كامل. ما زال يا اخوان في احد فاتح المايك، اذا ممكن يسكر. ما هي انواع الانواع او الطرق التي يلتئم بها الجرح؟ تايب اوف ووند هيلينج. طبعا هناك ثلاث طرق. عند الالتئام بالمقصد الاول او هيلينج باي برايمري انتنشن، وعاده هذه ما نعمل تنظير للجرح،
نغلق الجرح، حافتي الجرح نقربهما سوية، أو إذا كان هناك كمية كبيرة من الجلد بعملية زرع للجلد أو السكينجر. هذا هو الأكيوت أو برايمري انتنشن بواسطة تقريب حافة الجرح بالأولية. هذا أفضل الخيارات اللي نستخدمها في الجروح النظيفة، خصوصا جروح العمليات والجروح اللي فريش الآن حاصلة بحد خلال 12 ساعة بالنسبة للجسم وخلال 24 ساعة بالنسبة للجروح الوجه. طبعا بالنسبة للالتئام بالمقصد الأول أو primary intention، هذا بيكون الالتئام كامل وقصير والجرح بيكون أثره على الجلد قليل، واحتمال أنه ينجرح مرة ثانية ضئيل جدا. إذا نحن كنا حكينا عن الهيلينج أو الالتئام بالمقصد الأول، الآن الالتئام في المقصد الثاني أو السكندري ووند هيلينج، وهذا يعني هو عبارة عن التئام ذاتي، ما في هناك تداخل لتقريب الجرح، واللي هو بيسموه سكندري ووند هيلينج أو السبونتينيوس هيلينج، يعني الالتئام الذاتي. وعادة هذا بيكون الجرح بيبقى مفتوح لأنه يتكون ينسد يغلق بذاته بتكوين الكولاجين وبتكوين الخلايا وبتكوين الفايبرس، بعدين تكوين طبقة الإبيثيلايزيشن والشد على الجرح، وهذه اللي هي عادة تستخدم في الجروح المخمجة الانفكتد ووند واللي هي الملوثة شو اسمه. وعادة بيكون هذه الجروح إذا التأمت بهذه الطريقة بيكون عندنا طبقة أو مساحة كبيرة من الندبة كما هو واضح هون في الصورة، إضافة إلى أنه بيكون الجرح الشد تبعه ضعيف وممكن يكون عرضة في أي للعوامل الطبيعية وإعادة الجلد مرة ثانية. أما الالتئام بالمقصد الثالث أو الهيلينج باي ثيرد انتنشن، وهو هذا عادة له مسمى آخر اللي يسموه ممكن نسميه ديليد برايمري كلوجر، يعني اللي هو الإغلاق المتأخر للجرح، وهذا عادة نحن بنستخدمه في الجروح اللي بتكون في البداية مخمجة أو ملوثة، فبنعطي فرصة 4 أو 5 أيام لحتى هذا الجرح تروح الالتهاب ويروح الخمج ونعالج هاي الأمور كلها ويصبح الجرح نظيف. عند ذلك نقرب حافتي الجرح بواسطة الجراحة بالخيوط، أو ممكن إذا كانت المساحة واسعة ولا يمكن تقريب حافتي الجرح ممكن نعمل عملية سكن جرافت أو زرع الجلد. ما هي العوامل اللي بتساعد أو بتأثر على التئام الجرح؟ حقيقة في الإنجليزي هي ملخصة في كلمة واحدة اللي هي did not heal، لا يلتئم، did not heal. الدي اللي هي الدابيتس أو السكر، ومرض السكر بيأثر على الالتئام بعدة قضايا. أول شيء بيكون نتيجة إما اضمحلال أو فقدان الإحساس، أو نتيجة نقص التروية، أو حقيقة موضوع الأكيوت أو تنظيم السكر هذه مشكوك فيها بموضوع الهيلينج الووند هيلينج كويشنبل. إضافة إلى أنه مريض السكر معروف أنه بيكون الكاردياك أوتبوت قلبه شوي ضعيف، وبيكون التغذية للأطراف ضعيفة البرفرال بيرفيوجن، وبيكون عنده وظائف الاميونيتي مضطربة، البوليمورفو نيوكليار والليوكوسايت والفاغوسايت كلها تتأثر ومضطربة بحالة الدايبيتس. فكل هذه عوامل تؤخر من التئام الجرح وقد تكون سبب للجرح أحيانا. هاي بالنسبة للدي. الآي اللي هي الانفكشن، طبعا معروف وجود الخمج بيأثر إلى تحلل الكولاجين المتشكل، والبكتيريا بتأثر على التئام الجرح، وبتوجد بيئة
غير مساعده على استئام الجرح، وخصوصا اذا كان هناك جسم غريب مثل خيوط او نتيجه روما كان في اجسام غريبه غير منظفه، فكل هذا بتاثر هذه بالوند وبتاثر على الوند هيلي. ان الدي اللي هي دايابيتس والاي اللي هي الانفكشن، السكند دي اللي هي الدرج الادويه اذا كان المريض عم ياخذ استرويدات استيرويد او مضادات الاستقلاب انتي ميتابوليك، هذول طبعا بياثروا على تكاثر الخلايا، تكاثر الفايبروبلاست وتصنيع الكولاجين، فبياخروا من التئام الجرح. طبعا الطبيعه الغذائيه او الحاله الغذائيه للجسم مهم جدا في التئام الجرح، حيث ان وجود نقص الفيتامين اي خصوصا الفيتامين اللي هم بيعملوا بشكل كبير في صناعه الكولاجين والانتي اوكسيدانت، بينما الكولاجين وتصنيع الكولاجين، اضافه الى نقص الزنك اللي بيأثر على تكاثر الفايبروبلاست. بشكل عام المالنيوتريشن او سوء التغذيه او بتؤدي الى اضطراب في جميع الاعضاء واضطراب في المناعه، وبتقلل من صناعه الانتي اوكسيدانت اكتيفيتي، نشاط الانتي اوكسيدانت اللي هي تعمل بشكل مهم وعامل مهم في التئام الجروح. التي اللي هي التيشو نيكروسيس، يعني اذا كان هناك في الجرح الانسجه ميته، اما نتيجه الاصابه المباشره بالنسبه للاكيوت التروما، او اذا كانت نتيجه السيستميك اسكيميا نتيجه بالنسبه للجروح المزمنه اللي هي نقص الترويه، وبالتالي يؤدي الى تموت جزء من الجلد، فهذول كلهم بياخروا عمليه الالتئام، اضافه الى اذا كان هناك المصاب او صاحب الجرح مصاب تعرض لعمليه علاج بالاشعاع، بالاضافه الى التغذيه الدمويه لمنطقه الجرح. فنحن اخر شيء وصلنا بالنسبه للعوامل المؤثره على الالتئام الجروح اللي هن اللي هي تتلخص ب دونت هيل، وصلنا لعند التي اللي هي تيشو نيكروسيس وقلنا عنها. الان الهايبوكسيا او نقص الاكسده، طبعا نقص الاكسده في البدايه قد يكون محفز للخلايا الفايبروبلاست لان تنمو، الا انه بعد هذه فتره التحفيز بيعود الاثر سلبي على عمليه التئام الجرح. والهايبوكسيا كما هو معروف خصوصا بالنسبه للاطراف اللي هي ممكن تكون بسبب نقص الترويه، وهذا بيؤدي الى نقص الترويه بيكون مترافق، حندخل في عمليه في الحلقه المفرغه او الشيطانيه البيشا سيركلز اللي هي نقص الترويه حيسبب الم، والالم اضافه لانه الالم ونقص الترويه حيسبب بروده في الطرف، هذول الاثنين حيحفزوا جهاز السمباثيك اوفر اكتيفيتي، وهذول اثنينهم حيؤدوا الى مره ثانيه الى زياده البازو كونستريكشن او تقلص الشعيرات، وبالتالي حيزيد كمان من نقص الاكسده. فمهم جدا كسر هذه الحلقه في العنايه في الجروح في الووند هيلينج. ان ديد نوت هيل الاتش ان هايبوكسيا، الاي اللي هي اذا كان في شد في حاله الجروح وقت اللي خصوصا اللي عالجناها اما في المقصد الاول او المقصد الثالث برايمري كلوجر او سكندري كلوجر او تيرشري هيلينج، اذا كان في شد كبير على الجرح هذا كمان بيؤدي الى انه تموت في اطراف الجرح وتاخر في الالتئام ويؤدي الى الاسكيميا والنيكروسيس في اطراف
الجرح اللي هي الايه الان اذا كان في عندنا جروح اخرى بنفس المنطقه هذه طبعا حتاثر اذا كان هناك اكثر من جرح في المكان حيأخر التئام الجرح لانه كل جرح له متطلبات وحيزيد المتطلبات على الجسم او على المنطقه فبالتالي حتأخر التئام الجرح. درجه الحراره مهمه جدا بالنسبه لللو تمبريتشر كل انخفاض بدرجه او درجه ونص يؤخر التئام الجرح لانه حيعطي بيئه مثبطه لتكاثر الخلايا الفايبروبلاست والماكروفيج اللي حتساعد في عمليه تحضير مهاد الجرح للالتئام. هناك امور اساسيه او بيزك بالنسبه للعنايه في الجروح او ضماد الجروح وعلاجها. اول شيء اهم شيء تقييم الجرح مثل ما نعرفه اكيوت والكرونيك واذا كان اكيوت اذا كان هناك مضاعفات لهذا الجرح اذا كان هناك اصابات داخليه فهذه تقييم الجرح مهم جدا والقصه المرضيه مهمه جدا في اسمه تحضير الجرح للاغلاق مهم جدا ايجاد ظروف يعني اذا كان هناك اضطراب في الدوره الدمويه اضطراب في السكر ايجاد بيئه مناسبه للووند هيلينج اوبتمايز سيستميك باراميترز يعني السكر الضغط وظائف القلب وظائف التنفس الاكسده كلها هذه مفروض نحن ننظر لها في اساسيه في علاج الجروح نحاول عملية تنظير الجرح وتنظيفه من الأشياء الغير حية والأجسام الغريبة حتلعب دور أساسي في البيزك بالنسبة للووند هيلينج تقليل الميكروب والبايو بيردن اللي في الجرح هذه مهمة جدا في علاج الجرح اوبتمايز بلاد سبلاي إيجاد أفضل خلينا نقول تروية دموية للمكان ولذلك مهم جدا في علاج الجروح المزمنة خصوصا أي خصوصا مهين السكر والشيء اسمه كل مريض في عنده قرحة في القدم في الساق نتأكد من موضوع التروية الدموية بعمل إيكو للأطراف نتأكد من موضوع الدورة الدموية كشكل أساسي وإذا كان هناك مشكلة في الدورة الدموية عملية إصلاح لهذا الخلل التقليل من الوزمة برفع الطرف وبالطرق المناسبة لتقليل الوزمة بعدين استخدام الضماد المناسب للجرح بعدين استخدام الأدوية إذا كان هناك في حاجة للأدوية المناسبة لذلك وبالنهاية عملية إغلاق الجرح بالطريقة المناسبة وإذا كان هناك فقدان كبير في الجلد أو في سطح الجلد بعملية زرع جلد أو بواسطة بيسموها السكين سبستيوت بدائل الجلد فهذول الأساسيات في علاج الجرح مثل ما قلنا أهم شيء بروبر أو التقييم الجيد للجرح وحواف الجرح وقاعدة الجرح والقصة المرضية للجرح كل هذه مهمة جدا في العناية بالجرح السيطرة على الألم هذه مهمة جدا وقد تكون من أهم الأشياء في أثناء العناية بالجروح وضمادها مثل ما أن استخدام الضماد المناسب وطريقة الضماد اللي هي المفروض تكون طريقة عقيمة جيدة أسيبتيك تكنيك والانتباه وإذا كان هناك عوامل سوء تغذية نيوتريشنال ستيت للمريض ما هو إذا بدنا نقول ما هي الصفات للضماد المناسب أو الضماد الأفضل ideal dressing يعني طبعا هو مستحيل نلاقي هذه الصفات بنوع معين من الدريسنج بس ممكن ناخذ من كل نوع بس المهم في مواصفات يعني ينبغي ان تتوفر في الضماد
اول شيء ان يكون عنده القدره على الامتصاص absorbed excessive wound fluid. اذا كان نحن عم نتعامل مع جرح ملتهب وفي افرازات كثيره كبيره من الجرح، فمعناته المفروض الدريسنج يكون عنده القدره على امتصاص هذه السوائل، وبنفس الوقت نحافظ على رطوبه الجرح حتى تكون ميدان طبيعي لالتئام الجرح. نفس الوقت هذا الضماد ينبغي ان يقي الجرح من التعرض للاصابات الثانيه او اعاده الاصابه لنفس او الاصابات الثانويه. بنفس الوقت يمنع هذا الضماد يمنع دخول البكتيريا وتكاثرها. هذا الضماد المفروض يكون ياخذ شكل الجرح، واذا كان هناك فقدان او ديد سبيس يمليه، فهذا الضماد ينبغي ان تكون فيه هذه الصفه. بنفس الوقت هذا الضماد ينبغي ان يعمل على تنظيف الجرح وشو اسمه ارقاء الجرح ديبرايدمنت ويشيل الاجسام الغريبه والنسج المتموته. بنفس الوقت ما يؤذي ولا ينهك الجلد الطبيعي حول الجرح. طريقه الالتصاق مهمة جدا حول الجرح، وتكون يعني طريقة تطبيق الضماد على الجرح حتى ما ينزاح عنه ويأثر على الجلد المجاور. بنفس الوقت هذا الضماد ينبغي أن لا يعمل على تجزيء الجرح أو تكوين ألياف كأجسام غريبة في الجرح لتعيق الهيلينج. بيقلل، أهم شيء بيقلل الألم. اي ضماد المفروض نحن وقت اللي نختاره نراعي فيه انه اثناء تطبيقه ما يكون مؤلم، واثناء تغييره ما يكون مؤلم، واثناء وجوده على الجرح ما يكون يسبب الم للمريض. كل ما استطعنا انه نقلل يعني نطول فتره الضماد بيكون افضل. يعني طبعا هذا ما في كل جرح وله احكامه، بس يعني الغايه انه تقليل عمليات تغيير الجرح، تغيير الضماد الى اقصى ما يمكن. والاهم من كله خصوصا بشيء اسمه يعني اللي يكون غير مكلف ان اكسبنسيف وفي متوفر وفي متناول اليد للمعالج للجرح. ويفضل اذا بنستطيع يكون عندنا ضماد شفاف حتى يشوف فينا قاعده الجرح ومسار الجرح، بيكون شيء كويس. إحدى مهام الضماد أو الووند دريسنج اللي هي تنظيف الجرح وتهيئته للالتئام، تهيئة مهاد الجرح للالتئام، البيد أوف ذا ووند فور ووند هيلينج، اللي هي الديبرايدمنت أو الووند ديبرايدمنت. الووند ديبرايدمنت في عندنا ثلاث طرق للووند ديبرايدمنت، اللي هي ممكن تكون بسموها الأوتوليتيك debridement او التنظيف الذاتي او التنظير الذاتي للجرح، وهذه عاده بيكون بالضماد، وهي بتسموها يعني تنظيف اختياري، يعني او يعني بيختار بيشيل فقط الاجزاء المتموته، ما بيشيل الاجزاء الحيه او الجرانيوليشن تيشو، بسموه selective debridement التنظيف المختار. وعادة بهذا الديبرايدمنت بهذا التنظيف عادة بواسطة ضماد معين مواصفات معينة، التنظيف عادة بيكون بواسطة الإنزيمات اللي بيطرحها الجرح أو بيطرحها الجسم، هي نفسها بتقوم على عملية حل الأنسجة المتموتة والتخلص منها داخل الجرح. مواصفات هذا النوع من الضماد انه اول شيء بحافظ على رطوبة الجرح حتى يساعد على التئامه ويساعد على نمو وتكاثر الخلايا الفايبروبلاست والماكروفيت والخلايا الطبيعية. طبعا المواصفات او ايش الدريسنج اللي بتتميز في هذه المواصفات اللي هي عادة بسموها الضمادات الغير نافذة الاوكلوسيف او سيمي اوكلوسيف دريسنج، الضماد النافذ او السيمي نافذ استخدامه.
وهذه لكل نوع من الجروح لها شيء اسمه. هلا الجرح الجاف عادة ممكن نستخدم له الهيدروجل، اللي هو يعني بيساعد على ترطيب الجرح وبيحل إذا كان في عندنا سلف أو عندنا نيكروتيك تيشو حتى يشيلها. لا، إذا كان الجرح فيه إفرازات كثيرة وشيء اسمه، لا بهالحالة هاي لازم نستخدم نوع ثاني من الضماد اللي هو بيسموه الجينيت أو الهيدروكولويد، وهذه لها صفة إنه بتمتص الإفرازات اللي في الجرح وبنفس الوقت بتحافظ على رطوبة الجرح. وهي طبعا هو هذا الاوتو ديبرايدمنت يعني، او التنظيف الذاتي عادة بيحتاج وقت طويل، يعني انت ما يمكن ان تقوم الجراح فيه بدقيقة اثناء السيرجيكال ديبرايدمنت. هذا النوع من الديبرايدمنت او التنظيف قد ياخذ اسبوع باستخدام هذا النوع من العلاج. وعادة نحن ما بنفضل هذا للجروح المخمجة، لأن الجروح المخمجة ينبغي تنظيفها من القيح ومن الإفرازات. النوع الثاني للديبرايدمنت أو التنظيف أو مش الإرقاء عفوا، التنظير اللي هي الميكانيكال، التنظير الميكانيكي أو التنظيف الميكانيكي، وهي عادة هي نان سيلكتيف، يعني انت اثناء كل عملية تنظير حتاخذ الجزء المتموت او الجزء الغريب في الجرح، اضافة الى بعض الخلايا الحية او الانسجة الحية الكولاجين الموجود في الجرح، وعادة باستخدام القوة الخارجية اللي بحيث تساعدنا على ازالة النيكروتيك تيشو. ممكن كامثلة عليها او شو اسمه الغسيل بالسلاين بشكل بقوه على شكل الريجيتر، بحيث يعطيه بضغط 4 الى 5 دي اس اي، او مثل ما قلنا السكرابينج بيشيل كل الجزء المتموت من الجرح. هلا بيجي الاهم منهم كلهم، هذا شو اسمه اللي هو شارد برايدمنت، هذا ايد الجراح اللي بتشتغل فيه، وهو هذا عادة نان سيلكتيف، يعني حنشيل فيه الجزء المتموت او الجزء الميت من الجراح، الاسكيميا الاسكيميك بارت من النيكروتيك بارت، ومعاه حي اثناء شو اسمه حي انشال جزء من النسيج الحي ومن الخلايا الحية. هو طبعا نان سيلكتيف تايب من الديبرايدمنت، وينبغي ان يكون في حالة تحت عملية اسيبتيك تكنيك وكاملة، وممكن تسويه في سرير المريض او في العياده او في غرفه العمليات حسب الحاله. طبعا هو هذا الحل الوحيد لكل، يعني اول ما بيجيك المريض وعنده جرح ما حد شايفه قبلك كطبيب او ما شايفه، حيكون في عنده جزء متموت، في اول عمليه ديبرايدمنت ينبغي ان تكون اللي هي شارب ديبرايدمنت، وبعدين نستخدم الاذر ديبرايدمنت للقضاء على ما تبقى من الانسجه المتميته. لانه مهم جدا التكنيك لعمليه الدريسنج والووند دريسنج، مهمه جدا انه تكون اندر يسموها اسيبتيك تكنيك، يعني طريقه عقامه كامله حتى نقلل دخول الميكروبات الى الجرح، والى اذا كان هناك عندنا امبلانت حتى ما تتلوث وتاثر على الهيلينج. وينبغي ان تكون استخدام الانتيسيبتيك الكحول والبيتادين تنظيف الجرح وحول الجرح، وينبغي ان نلبس قفازات معقمه، واستخدام مثل ما قلنا الانتيسيبتيك اضافي يوز كلين ديبرايدمنت، ومنطقه نظيفه، يعني نختار المنطقه اللي حنداوي فيها الجرح او نغير فيها الضماد للمريض. هلا بنيجي لانواع الضمادات اللي ممكن استخدامها في الـ
في الووند دريسنج او في الضمح. وهذه الضمادات كل نوع له صفه حسب امكانيه الامتصاص او خاصيه الامتصاص اللي فيها. فمثلا عندنا الفيلم عاده هذا بيكون ما عنده اي خاصيه للامتصاص، دور وقائي. الهيدروكولويد لا، هذا الهيدروكولويد عباره عن الياف محبه للماء، تمتص الماء وتمتص الافرازات، وهذا عنده قابلية متوسطة أو أكثر من متوسطة لامتصاص الإفرازات الموجودة في الجرح. أو طريقة بسموها الفومز والألجينات والكولاجين، وهذول كلهم بيكون عندهم خاصية عالية في امتصاص الإفرازات الموجودة في الجرح. فبنجي هلأ الآن للهيدروجيل اللي هو عادة يستخرج من الستارش، وبيكون له وظيفة بيساعد على ترطيب الجرح، ريهايدريت داوند، وله صفة أنه بيساعد على إيجاد طبيعة بيئة ملائمة للووند هيلينج، وخصوصا انه يستخدم في الجروح الناشفه دراي ووند، فبيساعد على التئامها. بالنسبه للهيدروكولويد اللي هي بتساعد على مثل ما قلنا على الووند برايدمنت، على تنظيف الجرح بواسطه الاوتو ديبلايدمنت، وعاده يستخدم للجروح اللي فيها افرازات اكثر من متوسطه حتى يمتص هذه الإفرازات الموجودة في الجرح ويقوم بعملية تنظيف للجرح. بعض الضمادات يكون عادة مشبعة بالمضادات الحيوية، مضاف إلها عادة سيلفر، وممكن يكون اللي بيسموها إما سيلفر سيل أو هيدرو ألجينات أنتي مايكروبيال دريسنج، عادة تستخدم للجروح المخمجة وعالية التلوث. هذا الهيدروجيل إنه يعني عبارة عن ستارش، فوقت اللي بنخليه على الجرح خصوصا الجروح خلينا نقول الناشفة والدراي، يقوم بعملية ترطيب للجرح وعملية debridement، فهو مفيد لهي الجروح ولإيجاد بيئة رطبة في مهاد الجرح، مثل ما أنه بيساعد على تحفيز التنظيف الذاتي auto debridement، وبيجي على أشكال مختلفة، ممكن يكون على شكل جل، ممكن يكون على شكل ورقي، ممكن يكون مضاف لنفس الجوز مضاف له هذا الهيدروجيل حتى يساعد على الالتئام، يستخدم في ضماد الجروح الجافة يساعد على تنظيرها. وأحيانا ممكن يكون مشبع أو جاي معه أنتي مايكروبيال مثل السيلفر سيل إنه ومثل الهايبوكلوريك أسيد. هذا طبعا مهم جدا بالنسبه للفيشيا والتندون والليجامنت تكون مغطاه بالهيدروجيل حتى ما يصير فيها جفاف وتقطع، فلازم نغطيها بهذا النوع من الضماد اللي اسمه الهيدروجيل. نفس الشيء العظم اذا كان معرض او الكارتيليج بغطى بالهيدروجيل. الجرانيوليشن تيشو اذا ما في افرازات من الجرح والجرانيوليشن كويس، فيفضل انه نحط له هيدروجيل حتى نحضر المهاد لعمليه اما زراعه الجلد او اغلاق الجرح بطريقه ثانويه.
بالنسبة للفيلم type of dressing اللي هو عادة بيكون transparent، وعادة بنستخدمه على الجروح النظيفة في العمليات. له ميزة انه انت بتشوف الجرح تحت منه شفاف، الا انه ما عنده امكانية امتصاص اي افرازات من الجرح، لذلك نستخدمه في جروح العمليات وفي السحجات والكشطات بعد ما ننظفها، حتى نقي اول شيء منطقة الجرح من دخول الجراثيم، ونقيها من دخول الاجسام الخارجية او تأثر الجرح بالعوامل الخارجية. وممكن ابقاء هذا النوع من الدريسنج واللي هي بيسموها التيجاديرم لمدة 3 إلى 7 أيام حسب منظر الجرح من خلال هذا الضمان. هو عادة غير نافذ للماء، فبيعطي وقاية للجرح من أي عوامل خارجية. وهي أمثلة عليه ونستخدمه عادة للجروح السطحية، protect from water loss and mechanical injury. ممكن استخدامه أحيانا مكان اللاصق العادي. اللاصق العادي إذا استخدمناه فوق الدريسنج فوق الجوز، ممكن وقت اللي نشيله يشيل جزء من الإبيديرمس حول الجرح الطبيعي، الجلد الطبيعي حول الجلد. فأحيانا استخدام هذا النوع من الترانسبيرنت فيلم بيقلل من شو اسمه الإصابة في الجرح حول في الجلد حول الجرح. وهو إنه أفضل نوع للضماد أو الدريسنج في حالة العمليات لجروح العمليات. طبعاً مثل ما أن إذا كان هناك خمج أو wound infection محظور استخدام هذا النوع من الضماد اللي هو transparent film. الكونتاكت layers أو يسموها non-adhesive dressing واللي هي الأمثلة عليها الجيلونيت والأدابتك مش، هذه عادة بتكون عبارة عن شريحة مغطاة بمادة غير لاصقة تستخدم كبرايمري دريسنج. هلا حتى نفرق بس للإخوة، في عندنا برايمري وفي عندنا سكندري دريسنج. البرايمري دريسنج أي شيء بنحطه على الجرح مباشرة هو هذا برايمري دريسنج. السكندري دريسنج اللي هي بيجي فوق البرايمري دريسنج. فعادة اللي بنستخدم كونتاكت لير اللي هي الجيلونيت الأدابتيك مش، عادة نستخدمها فوق الأنسجة حتى كبرايمري دريسنج تحت أي نوع آخر من الدريسنج، حتى أول شيء يوم نشيل الدريسنج وغير الضماد ما يصير إصابة للأنسجة الطبيعية للكولاجين وللجرانيوليشن تيشو، وما يسبب ألم للمريض أثناء تغييره بتساعد فيها. وبنفس الوقت ممكن مهم جدا استخدامها إذا استخدمنا النيجاتيف دريسنج أو الباك دريسنج، نحطها تحت الإسفنج فوق الـ الأعضاء الحيوية مثل التندون مثل الفيسلز، فحتى لا أثناء استخدام الباك دريسنج ما يدخل الصوف أو السبونج في الوند. فهذه مهمة كبرايمري دريسنج فوق الجرح. طبعا هي هذا النوع من الدريسنج أو الكونتاكت لايرز ما عنده أي صفة أو خاصية امتصاص السوائل. هو دوره حتى يقي خلنا نقول الأنسجة الطبيعية من السكندري دريسنج ومن عملية التغيير. في عندنا الهيدروكولويد، وهو هذا نوع من الدريسنج اللي هو يكون عبارة عن ألياف محبة للماء، water dressing containing gel forming agent. هذول بيساعد على امتصاص الإفرازات الموجودة في الجرح، وفي طبقة خارجية هذه عادة مشان adhesive لاصقة حتى يأخذ
نحط يوضع هذا الضماد بشكل جيد على الجرح وما يتعرض ل يفقد، وبنفس الوقت بيحمي الجرح، هذه الطبقة من الغير نافذة تحمي الجرح من الإفرازات الأخرى مثل البول أو الخروج أحيانا بالنسبة للمقعدين، فبيساعد على وقاية الجرح من العوامل الخارجية. مهم جدا انه هذا النوع من الدريسنج او الهيدروكولويد او ديودرمز انه بيقي بيحافظ على جو رطب في قاعده الجرح او في المهاد تبع الجرح حتى يساعد يعطي جو طبيعي مساعد للووند هيلينج، وعاده ممكن ابقائه 3 إلى 7 أيام حسب نوع الجرح نوع كمية الإفرازات الموجودة في الجرح، وهذا عادة بسموه Total Occlusive Dressing. إلا أنه من سيئات هذا النوع من الضماد ممكن يسبب رائحة وأثناء التغيير، فمن ممكن نشوف منه رائحة كريهة. ممكن السيطرة على هذا الأمر بإضافة الكولويد مع مواد أخرى مثل الشاركول الفحم حتى يمتص ويقلل نسبة الروائح اللي تصدر من الجرح. وهي أمثلة عليه. طبعا ميزته أنه هذا ممكن يأخذ شكل الجرح بشكل جيد، يطبق بشكل جيد، وممكن تحطه في أكثر من مكان على الجسم، يأخذ شكل طبيعي، يقي الجلد الطبيعي من الإصابة، وبنفس الوقت إذا كان بدنا نحط لاصق ثاني أو بدنا نطبق الباك دريسنج حتى ما يأثر، ممكن نحطه تحت اللاصق حتى ما يأثر على الجلد. هو طبعا حميمي وكويس للجلد الطبيعي، ما بيأذي الجلد، لذلك مهم جدا. طبعا هو هذا إذا كان عندنا خمش في الجرح وإفرازات كبيرة، لا ينصح بهذا النوع من الضماد، لأنه إذا كان هناك جرح ملتهب مخموج الأفضل طريقة لعلاجه اللي هي الجراحية والتنظيف الجراحي. ممكن استخدام هذا النوع من الضماد بالنسبة للأربطة الضاغطة في حالة الفينوس ألسر، بنحطه فوق القرحة وبنفس الوقت حتى نساعد، ومن العوامل المساعدة للووند هيلينج انه استخدام الرباط الضاغط بالنسبة للفينوس ألسر في الأطراف. ممكن استخدامه كمان تحت إذا كان في عندنا جبيرة وعندنا جرح، ونحط الجبيرة نحطه تحت بين 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 الجبيرة وفوق الجرح مباشرة حتى يعطي بيئة ملائمة لالتئام الجرح. ومثل ما قلنا هون ممكن إذا عندنا من نحط مثل هذا الجرح، إذا من نحط عليه الباك دريسنج أو النيجاتيف شو اسمه ضماد الساحب الباك دريسنج، فهون أطراف الجلد حتى نحط عليها اللاصق بنحط تحت اللاصق الهيدروكولويد حتى اللاصق ما يأثر على أطراف الجرح ويؤذيها أثناء تغيير الضماد. في نوع من الدريسنج اللي هو الفوم، وهذا يمكن يكون اللي هو تركيبه نفسه الهيدروكولويد أو الجيلاتين، فهذا الفوم ميزته مصنع من البوليسين، وبيكون في بين هذه بين الفوم في خلايا حتى تمتص السوائل، وهذا جيد في عملية إيجاد بيئة ملائمة لالتئام الجرح، بيحافظ على رطوبة الجرح، ومثل ما قلنا بيقي الجرح لأنه بيكون مانع في طبقة الخارجية بتكون مانعة لدخول أي سوائل أو أي عوامل خارجية أو أي جراثيم. ممكن استخدامه حسب نوع الجرح وإبقاؤه من 3 إلى 7 أيام.
وهذا النوع من الضماد اللي هو الفوم دريسنج يعني مناسب جدا، لأنه أفضلها تدفئة للجرح، يعني إعطاء وتأمين درجة حرارة مناسبة لالتئام الجرح اللي هو يسموه أدفأ ضماد بالنسبة للضمادات اللي مرينا عليها، حتى يساعد يقلل من البازو كونستركشن ويساعد على الووند هيلينج. وعادة يعني هذا النوع من الفوم ممكن نحطه ونستخدمه على إذا كان في عندنا هاي الجروح المزمنة الكرونيك وون وفيها هايبر جرانوليشن، يعني فيها إفراط في نمو الجرانوليشن تيشو، فممكن نحط عليها هذا الفومز حتى يقلل من عملية الإفراط ويساعد في تهيئة الجرح للسكندري كلوجر. مثل ما أن هذا مثل الهيدروكولويد ممكن استخدامه تحت الأربطة الضاغطة وتحت الجبائر، وهو بيجي بأكثر من شكل ممكن ينضف له بعض المضادات الحيوية مثل الكلينينج سوليوشن. هذا النوع من الدريسنج ممكن حتى استخدامه في حالة الجروح المخمجة بعد تنظيفها جراحيا، لأنه بيساعد على امتصاص الإفرازات وبيساعد على تنظيف الجرح وتنقيته. طبعا هناك يعني حسب تركيب هذا الفومز فيكون عنده خاصية امتصاص الإفرازات حسب تركيبه، صناعة هذا الفوم هي اللي بتحدد كمية قابليته للامتصاص. في عندنا الألجينات دريسنج، هذه إحدى أنواعها. طبعا هي عبارة عن نوع من الدريسنج بيصنعوه من الأعشاب البحرية وبيكون مشبعة بالصوديوم والكالسيوم. هذه وقت اللي بتحطيها بنحطها في الماء بتلاقيها انسوليبل في الماء، بس على الجرح مع وجود الكالسيوم وجود الصوديوم بتشكل مادة هلامية في مهاد الجرح، بتساعد على تهيئة الجرح، تهيئة مهاد الجرح وتنظيفه والتخلص من الأجسام الغريبة في الووند برايدمنت. ومثل ما أن هذا يستخدم في حالة إذا كان عندنا جرح في إفرازات كبيرة ممكن استخدامه فيها، بيساعد على أنه يحافظ على رطوبة الجرح وبيساعد على تنقيه الجرح ووند برايدمنت. ممكن استخدامه في حاله الاكيوت فيس اذا كان في عندنا بليدنج، بيساعد على الالقاء الجرح، هيموستاتيك بروبرتي خاصيه الالقاء الهيموستاسيس. لا يفضل النوع اللي فيه كالسيوم استخدامه في جروح الاطفال. طبعا هو مثل ما قلنا بالنسبه مهم جدا هذا النوع من الدريسنج ما نستخدمه اذا كان في الجرح جاف، انه بحاجه نستخدم الهيدروجيل. هذا ممكن نستخدمه على الهيدروجيل لانه هذا بيشتغل على الافرازات، المكان اللي فيه افرازات شديده بيشتغل عليها. اذا ما في افرازات هذا ما حيفيدنا، ولا ممكن استخدامه في حاله الحروق على الاشكال. ممكن احيانا نفسه هذا يكون الألجينات فايبرز والكالسيوم يكون محطوط فيها سيلفر كمضاد حيوي أنتي مايكروبيال، وممكن أحيانا ينضاف له الشاركول حتى يمتص الرائحة الكريهة. نيجي على النوع الآخر اللي هو الكولاجين دريسنج. الكولاجين يعني معروف ومشهور في علاج اكثر من حاله، استخدموه كثير في التجميل
وفي الجلد وفي الشعر في فعادة بيساعد على تكاثر الكولاجينوسايت حتى يعطينا الكولاجين. بيساعد على مثل ما قلنا توضع الكولاجين في الجلد، لأنه مشكلته من وين مصدره؟ أغلب مصادره من الخنزير، فلذلك عند المسلمين قد يكون مشكلة في استخدامه، إضافة إلى أنه ممكن يسبب حساسية في أثناء وضعه على الجلد أو في مكان على الجرح. وعادة هذا متوفر بشكل جل، بشكل فوط، وبشكل جزيئات، وبشكل دهون أو معجون، أو بشكل باودرز إضافة إلى الصفائح والمحاليل اللي هي من الكولويد. وعادة مثل ما قلنا يصنع من إما من البقر أو من الخنزير. هلأ بنيجي إلى الهوني سوفت اللي هو العسل، وحقيقة يعني كان في بداية الثورة كان في واحد من الأخوة كان يصنعوا تصنيع يجيب العسل، وعنده طريقة حقيقة كانت مفيدة يصنع هذا النوع من الدريسنج، العسل وجوز وبعض المركبات، ويستخدم حقيقة كان بشكل فعال في الحروق وفي الجروح المزمنة. خاصية العسل طبعا انه هو اول شيء طبيعي ناتشرال دريسنج، مثل ما انه هو عبارة عن اما شاش او الياف مشبعة بالعسل، بتساعد على التئام الجروح المزمنة، لانه هو له صفة خاصية الانتي مايكروبيان، بيقضي على الجراثيم، وبنفس الوقت بيمتص الافرازات وبيهيئ بيئة رطبة للجرح للالتئام. مثل ما قلنا العسل ينظف الجرح بدون ما يأثر على الأنسجة الطبيعية أو على الخلايا الطبيعية اللي حتنمو، وأثناء تغييره بيكون بلا ألم أو ألم قليل وبدون أذية للأنسجة الطبيعية. طبعا ما في نوع، الان في كثير من الدريسنج الموجوده في السوق قد تكون مركبه، يعني هي فيها مثلا كولويد، فيها الجينات، فيها بود ابزوربابل، فهذه عاده اللي هي بسموها كومباين او كومبينيشن دريسنج، بيكون فيها نوعين من المواد، وعندها بتجي على درجات مختلفة من إمكانية الامتصاص، كل نوع له خاصية أو له درجة من الامتصاص، ويستخدم حسب نوع الجرح. ممكن مثل ما قلنا تستخدم هذه كبرايمري دريسنج وكسكندري دريسنج، يعني فيها طبقتين، طبقة أولى مباشرة بتحط ملامسة للجرح، والطبقة الثانية اللي هي السكندري دريسنج، وهي أفضل شيء نحن عادة الآن نستخدمه في العمليات، في جروح العمليات، بيعطي بيئة نظيفة حافظة على الرطوبة، مانعة من دخول الجراثيم، ومانعة من تعرض الجرح للعوامل الخارجية، وعادة بتكون لاصقة بشكل جيد على الجرح وتحافظها بتحافظ على مكانها في الجرح. أحيانا ممكن نحن يواجهنا جروح عميقة وبتحتاج إلى أنه وفيها إفرازات، فبحاجة إلى أثناء ضمادها أو الووند دريسنج مثل الحالة أنه نعبيها بما يسمى الووند فيلر، وهي اللي هي ممكن تكون إما على شكل معجون أو على شكل حبوب أو على شكل باودر أو على شكل حبوب أو على شكل جل، تخليها في الجرح وعندها قابلية الامتصاص وقابلية المحافظة على رطوبة الجرح، وتغطى بطبقة غير نافذة حتى تقي الجرح من دخول الأجسام الغريبة والتعرض للعوامل الخارجية.
مثل ما ان في عندنا نوع انواع من الضماد لها خاصيه الامتصاص، وهي عاده بتكون اكثر من طبقه مرطب اللير دريسنج، عاده تكون امتصاصها شديد، والمواد المستخدمه فيها السيلولوز او القطن او الرايون بالنسبه لهي طبقات الضماد. وممكن استخدام الهيدروفايبر اللي تساعد على امتصاص السوائل، وإضافة إلى أنه نحط عليها نشبعها بالطاقات ونأكل عليها الهيدرو الجينين كمان. هذه من النوع الضمادات المركبة اللي هي بيكون من الهيدروكولويد والألجينات والأنتي مايكروبيال، وهذه تستخدم في الجروح او في القرحات الملتهبه حتى يكون لها عوامل مساعده. مثل هذه مثلا هون، هذا النوع من الصفائح عباره عن الجينات ومحطوط في الشاركول او الفحم حتى يقلل من الرائحه الكريهه للافرازات من الجرح. في نوع اللي اسمه بروتيز موديوليتنج ماتريكس، في بيكون فيها انزيماتيك ديفرايدمنت بتساعد على ازاله الانسجه المتميته او النكروتيك تيشو، وبتساعد على امتصاص الافرازات والاكزودات، وبتهيئ الجرح للالتئام. طبعا ممكن في حالات، طبعا هذا مكلف، اللي هو نستخدم دريسنج مصنع من الامنيوتيك ممبرين، بياخذوه الطبقه الداخليه بياخذوها وبيصنعوها بشكل شو اسمه، اما رقائق او بشكل مش، وبتستخدم ك برايمري دريسنج، بتساعد على التئام الجرح وعلى تنظيفه وعلى تهيئته للسكندري كلوجر سكين جرافت، او اذا كان الجرح مسافته قريبه للسكين كلوجر. هذه طبعا البيولوجيكال دريسنج اللي هي بتستخدم فيها اللارفا، واللي بسموها الانيميتد دريسنج، وبيستخدموها كثير في الديابيتيك. اذا سمعتوا في تركيا كان في واحد بياخذ الذباب واليرقات تبعت الذباب بيجمعها وبيحطها على الجرح، هذه جدا بتساعد على التئام الجرح وتنظيفه وتحضيره، الا انه حقيقه منظرها مقرف فلذلك الناس ما بتتقبلها. وهذا شوي هيك فيديو قصير ممكن تشوفوه كيف، هذا بسموه بيولوجيكال دريسنج، وهذا ممكن تخليه يومين او 3 ايام او 4 ايام، بيساعد على إرقاء وتنظير الجرح. هلا بنيجي على الطرق خلينا نقول الادفانس او الاذر موداليتي في الووند دريسنج، واللي هي مهمه جدا الان وكثيره الاستخدام، اللي هي باك دريسنج او نيجاتيف بريشر دريسنج او الشافطه، ما اعرف ايش شو بسموها. طبعا هو هذا الباك دريسنج بيشتغل على اكثر من عامل، بيساعد اول شيء على انه بيهيئ الجرح للالتئام بشكل كبير، وهو عباره عن اسفنج بتخليه على الجرح وبتغطيه وبتحط جهاز شافط حتى يشفط السوائل الموجوده في الجرح، وال طبعا بيكون موصول الى شافطه او مضخه تشفط هذه السوائل. هذا طبعا يعني خلينا نقول فائدته بتكون باكثر من بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. اول شيء بيساعد على انه بيعطي استقرار لوسط الجرح، بيزيد التغذية الدموية للجرح مما يساعد على التئامه، وبيقلل خلينا نقول التشوهات الموجودة في الجرح.
وممكن استخدامه بشكل بسيط خصوصا في العمليات، بعد العمليات، في جروح العمليات، تخليه فوق العملية حتى يمتص السوائل. ممكن يستخدموه في جراحين التجميل في حالة الرقع الجلدية الجزئية، يحطوه فوق حتى يمتص السوائل ويساعد على التصاق الجلد المزروع. طبعا مهم جدا بالنسبة للباك دريسنج، وقت اللي بنحطه فوق خلينا نقول أجزاء حيوية، مثلا فوق إذا بنحطه بالبطن مثل الجرح اللي شفناه في المحاضرة، لازم نحط تحت منه بسموه برايمري دريسنج بواسطة الكونتاكت دريسنج، اللي هي الأداة تبنش حتى تمنع التصاقه على الأومنتم أو على الأمعاء. وش اسمه، من المحاذير لاستخدام الفاكيوم دريسنج اللي هي إذا كان في عندنا إسكيميا، أو إذا كان إنه مثل ما قلنا فايتال ستراكشر مثل وعاء دموي أو أعصاب أو شو اسمه، فهذه طبعا مهم جدا. إذا كان في عندنا في الجرح مثل هيك قطع ينبغي أن تغطى بما يسمى السكين فلاب، بغطيها بالجلد حتى ما تتأثر هذه الأوعية. طبعا لا، في حالة المالجنانسي ما ممكن نستخدمه، وفي حالة إذا كان عندنا الجرح مخمج وفي إفرازات كبيرة جدا كمان لا ينصح باستخدام الباك دريسنج. هلا بس هي هذا الجدول يعني بيعطينا هيك فكرة سريعة، أنا ما راح أروح فيه بالتفاصيل كتير، بس راح آخذ مثال ممكن أنتم ترجعوا له في حالة الشيء اسمه. هلا نيجي، هذه أنواع الجروح. هسا إذا عندنا الجرح نيكروتيك وبلاك ودراي جاف، ايش الهدف بالنسبه لهذا الجرح؟ بالنسبه نحن كمعالجين او مطمنين للجرح، اول شيء نزيل الاجزاء المتموته. اذا كان الجرح على منطقه فيها شح في التغذيه الدمويه، اول شيء لازم نعمله نصلح موضوع الشح في التغذيه الدمويه، وما نقوم باي عمليه ديبرايمنت، نخلي نحافظ على الجرح بشكل جاف ونساعد على تصليح الارتريال انسفيشنسي. الهدف من الضماد، اول شيء نامن بيئه رطبه للجرح، وحتى نساعد على تنظيف الجرح او الاوتو ديبرايدمنت. والامثله على هذا الامر مثل ما قلنا، اما السيرجيكال او الميكانيكال ديبرايدمنت اذا كان بنستخدمها، او ممكن نستخدم كشيء اسمه ضماد اولي اللي هي الهيدروجيل او العسل، او بالنسبه للسكندري نحط طبقه عازله مانعه لدخول السوائل والبكتيريا. الجدول طويل، ممكن الرجوع له، ويعني خلينا نقول في اي نوع من الجروح اللي عندنا بتواجهنا، والاستخدام الامثل او نوعيه النوعيه الامثل للضماد. طبعا هذه هيك جرافت سريع ممكن يعطي فكره على نوعيه الدريسنج اللي ممكن نستخدمها حسب الجرح. فاذا كان عندنا جرح ما في افرازات، افرازاته قليله جدا، هذا نان، ممكن مثل ما قلنا استخدم الفيلم دريسنج. اذا كان الافرازات بسيطه حتى بالبسيطه وقليله، ممكن نستخدم الفيلم دريسنج او الترانسبيرنت دريسنج. لا، اذا عندنا جرح في افرازات كثيره او سمول، بهالحاله هذه نحتاج الى الهيدروجيل حتى اول شيء يعطي بيئه رطبه للجرح، واذا كان في افرازات يخلصنا منها. اذا كان الافرازات اكثر من متوسطه او متوسطه، بهالحاله هذه الافضل نستخدم الهيدرو كولويد. لا، اذا كان الافرازات كبيره او اكثر من متوسطه، يفضل ان نستخدم الالجينات، او ممكن نستخدم الفوم. الفوم طبعا بيجي حسب اكثر من مركب واكثر من نوع وحسب كميه الامتصاص تبعيته. فاذا كان نحن محتاجين بحاله المودريت
او عاليه الافراد حنحتاج نوع من الفوم اللي هو عالي الخاصيه بالامتصاص. وهذا اذا كان ان اللارج لازم نحط الابزوربان، والاكثر شيء بيستخدموه الان كسكندري دريسنج ممكن تحط طبقه من شو اسمه اللي بيسموها ويت تو دراي دريسنج اللي هي بيستخدموا فيها الشاش، بيغطوه بالسلايم، بترطبه بالسلايم، بتحطه في الجرح الملتهب والافرازات كثيره، وبتخليه يعني يوم او اقل، ممكن تكون احيانا تضطر تغيره اكثر من مره في حاله الافرازات حتى ما يلتصق الشاش او الجوز في الجرح ويسبب اذيه اثناء الازاله والم اثناء الازاله. هلا هون شوي هيك فكره عن الـ يعني في بعض الجروح وخصوصا في بعض الحالات، هيك فكره سريعه عنها. بحاله مثلا الضمادة في حاله جروح السكر او الدايابيتيك فوت اللي هي هذه الوند عاده بيكون فيها شو اسمه تموت نتيجه الضغط بريشر نيكروسيس، او عندنا مشكله في الترويه الدمويه مايكرو انجيوباسي، او مشكله في التعصيب او الاحساس. فهذول في الضمان لازم نراعي هذه العوامل الثلاث. لازم ناخذ الافضل بعد ما اذا اجانا المريض اول مره نسوي له بروبر ديبرايدمنت شارب ديبرايدمنت، بعدين فريكوانت سيلكتيف ديبرايدمنت اللي هي بنفس الوقت نحافظ على السكر ونجنب الاماكن المعرضه للضغط لتجنب العوامل الخارجيه والضغط الخارجي. طبعا اذا كان هناك مشكله في اذيه او مشكله في الترديد الدمويه arterial insufficiency مفروض اصلاحها، واحيانا ممكن نحتاج الى نستخدم بعض الجروث فاكتور، وهذه كلها تحت التجربه. بالنسبه للفينوس انسفيشنسي السر مهم جدا، ليس فقط الدريسنج، اضافه الها لازم نستخدم اللي هو الرباط الضاغط فوق الدريسنج حتى يساعد على تقليل الوزن في الجرح ويساعد على التئامه، ونستخدم الجرابات اللي هي الضغط حتى مثل ما قلنا نساعد على إعادة الدم إلى القلب ونقلل من شو اسمه الفينوس انسفيشنسي. وعادة يستخدم أكثر من طبقة، مثلا برايمري دريسنج وسكندري دريسنج بواسطة شو اسمه القطن، والطبقة الثالثة بواسطة الرباط الضاغط، وفوق منه لازم يلبس الجراب الضاغط بحيث يعطينا ضغط 40 ملم ميركوري. وهذه هو مثال على الفينوس السيرز. طبعا التحديات في ضماد الجروح او علاج الجروح انه اول شيء نحن كل يوم بيطلع لنا برودكت جديد، ولازم نشوف هذا البرودكت الجديد او هذا المنتج الجديد وصلاحيته وامكانيته، ونضل على طول في متابعه له. لازم يكون عندنا نظام بحث حتى نشوف اي نوع من الضماد افضل وشو اسمه وعلى طول شو اسمه وعلى طول ندور على الافضل شيء او على الايفيدنس بيس المبني على الدراسات، والضماد المبني والعنايه في الجروح المبنيه على الدراسات المعموله. يعني مثل ما قلنا شقد هو اثر العلاج بالنسبه للجروح، والاهم من كل هذه شقد التكلفه وامكانيه والامكانيه لهذا النوع من الضماد، لانه كل ضماد له سعر، في نوع غالي كثير في نوع اسمه، فكل واحد حسب امكانياته. بس هاي فكره سريعه على يعني كم بتكلف شو اسمه تكلفه العناية في الجروح.
هاي طبعا يعني في 2016 في شهر آذار، كم التكلفة الموجودة في، تقدر تسميها في كل قطر، لأنه مستشفى حمد بغطي كل قطر. فعندنا مثلا هون في عندنا كم نستخدم هذول الأسرة أو الفرشات اللي مانعة للضغط، البيد ماتريس أو الإير ماتريس، هذا الأزرق اللي هو البيد ماتريس، تكلفة بالسنة بيكلف 740 ألف ريال، أو بشهر واحد 740 ألف ريال. بينما الإير ماتريس عندنا حوالي 774 ألف ريال، بس هي فقط الفرشات. هلأ نجي هون للماتيريالز والأدوات اللي تستخدم، كلها طبعا بتحكي عن ملايين. إذا شفتها هون بتحكي عن ملايين، في 2013 2014 2015 كلها بالملايين. فيعني الحقيقة طبعا لازم تعرفوا إنه يعني البوبوليشن أو التعداد السكاني في قطر أقل من منطقة المحرر عندكم. يعني نحن بنحكي عن كون تقريبا عن 3 ملايين ونص، وهون بنحكي عن مليونين تقريبا. فبالخلاصة إن شاء الله ما أكون طولنا عليكم، العناية في الجروح يحتاج إلى مهاد في الجرح في قاعدة الفتح، غليف الدموية ونظيف من الخمج ونظيف من الإفرازات، حتى يعطي بيئة مناسبة للالتئام. ضماد الجرح يعتمد على نوع الجرح وقابلية الضماد للامتصاص وقابليته لتأمين بيئة مستقرة من الرطوبة، وبيقلل الألم وبيمنع دخول البكتيريا، مثل ما أنه بيحافظ على رطوبة الجرح ويكون سعره مناسب وفي متناول خلينا نقول الطبيب والممرض والمريض. مثل ما حكينا وهذا مهم جدا، الجرح أول ما بيجي من أول مرة أول نظرة بيحتاج إلى شارب سيرجيكال ديبرايدمنت، وبعدها بتجي الديبرايدمنت بالطرق الأخرى اللي هي الأوتو ديبرايدمنت والقضايا الأخرى. المواد الخارجية أو التوبيكال ايجنت اللي ممكن نستخدمها الأنتي مايكروبيالز، والحقيقة ما في كل الدراسات ما في شيء بيأكد إنه هي فعلا فعالة ومنتجة. ممكن تكون لفترة قصيرة هي ممكن تكون فعالة، بس خلينا نقول كأوفر أول ما كتير في بتشجع اللوكال أنتيبيوتيك أو اللوكال أنتيسيبتيك، عداك عن إنه بعضها أحيانا ممكن يكون له أثر سلبي على الأنسجة الحية، على الكولاجين، على الفايبروسايت، على المايكروفيج أثناء الضماد. المود الجديد أو الباك دريسنج بيحمي الجرح وبيقلل خلينا نقول الجروح المركبة، وبيساعد على التئامها، وبيقلل من يعني أنت بينما أنت تحتاج أحيانا للضماد مرة أو مرتين في اليوم، بينما في الباك دريسنج ممكن تخلي الضماد لمدة 3 أيام، وبيساعد على التسريع في عملية إغلاق الجرح والسكن كلوجر باي سكندري كلوجر. بعد ما نحضر الجرح للالتئام أو خلينا نقول مهاد للالتئام، إما بنسكره بالبرايمري كلوجر، أو إذا كانوا مزمن كرونيك ووند فبواسطة ديلي كلوجر، وإذا كان هناك مساحة كبيرة مفقودة من الجرح ممكن نستخدم السكين جرافت أو البيوجين بعض أنواع الألوجرافت والأذر بايوجينيك جرافت.
طبعا هناك طرق ما زالت تحت الدراسة إلى الآن، ما في شيء يعني خلينا نقول برجح فائدتها على غيرها، اللي هي مثلا الهايبربارك أكسجين، تعريض الجرح لكمية كبيرة من الأكسجين، أو استخدام المحفزات مثل الألتراساوند، مثل الإلكتريكال ستيمولانت أو الإلكتروجينيك إنيرجي، كل هذه تحت البحث. والله يجزيكم الخير، الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي ويداوي الجرح، بينما الأطباء والممرضون هم الذين يأخذون الثمن. اللهم ارفع البأس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقم. وجزاكم الله خيرا، وأنا جاهز لأي سؤال. الله يعطيك العافية دكتور، طولت عليكم. شكرا كثير لحضرتك، كانت محاضرة جدا شيقة وأب تو ديت يعني بكل شيء بيتعلق بالمرضى. الله يعطيك العافية دكتور، شكرا كثير لحضرتك. أتمنى من الأخوة يكون عنده سؤال، يتفضل الدكتور أو يكتب لنا على الشات. طبعا الله يعافيك دكتورة، والله يجزيكم الخير جميعا للحضور، وإن شاء الله تعالى هيك يتاح لنا فرصة نعطيكم محاضرة حية ويكون الحضور جميعا موجود. إن شاء الله دكتور بيجي هذا الوقت ويكون بناتنا ونكون كلنا دكتور مع أهلنا. عليكم تفضل أخي. بس في عندي بضع أسئلة لو في مجال. تفضل أخي. زيادة نشاط بس تعرفني النسيج عن نفسك أخي شوي، في هيك الكويت. تعرفني عن نفسك إذا ممكن. أب بكر الحمصي، عماد الصغير. إيش يعني مشرف طبي بدار استشفاء. عفوا. مشرف طبي بدار استشفاء. حياك الله. بارك الله فيك. زيادة نشاط النسيج الحبيبي الحيوي. نعم. عندنا قرحة زاد النسيج الحبيبي فوق القرحة. استعملنا نترات الفضة لكي النسيج الحبيبي. تعتبر طريقة صحيحة أولا؟ صحيحة، نعم. هذا يسموه الانفكتد جرانيولوما، فهذه فعلا هذا. هلا في نوع انا حكيت عنه يمكن في المحاضرة اذا انتبهت عليها، في نوع من الفومز واللي بيكون من تركيبه السيلفر، بيستخدموه بيحطوه فوق هذا فوق هاي القرحة وبيشدوها بضاغط، بتقلل من افراط النمو وبتهيئ نسيج الجرح ل خلينا نقول اذا كان في فرصه نسوي له سكين جرافت، او اذا كان المسافه قصيره نغلق الجرح بالسكندري كلوجر او في الاغلاق الثانوي. حكيم، بالنسبة لتطعيم الجرح، الأنسب وقت لتطعيم الجرح؟ انسب وقت اخي لتطعيم، سؤال جدا مهم حقيقه وشكرا لهذا السؤال. بارك الله فيك. يعني نحن مثل ما قلت حكينا في المحاضره، مهمتنا كممرضين او مضمدين او جراحين نهيئ الجرح لهذه المرحله. يعني اذا كان في افرادات نستخدم هي الضمادات شو اسمه، فالجرح امتى بيكون جاهز؟ مثل ما قلنا اذا بيكون الحبيبات او الجرانيوليشن تشو طبيعي وما في افرازات، ومثل ما بنقول نظيف الجرح. بعضهم يعني بعض الجراحي التجميل بيقول لك انا خذ لي خلينا نقول مسحه من الجرح، لازم ما يكون في جراثيم. يعني هذه حقيقه ما كثير شو اسمه مهمه، بس اهم شيء منظر الجرح الخارجي، اذا كان هو فعلا نظيف وفي نسبه جرانيوليشن جيده، فبيكون بهذه الحاله مهيأ لعمليه زرع الجلد او السكين جرافت اللي هو البارشل سيكنس سكين جرافت، او اذا كان المنطقه قليله ممكن نسوي تقريب للحواف الجرح ونخيطها بسموها السكندري كلوجر، تمام. او نترك اذا كان المسافه كبيره وخلينا نقول ما عندنا امكانيه لعمليه السكين جرافت، خلاص الجرح بنحافظ عليه اول شيء نظيف،
نحافظ عليه خلينا نقول رطوبة معينة، نوع مستخدم نوع من الدريسنج بحيث تحافظ على رطوبة معقولة للجرح، يمنعه من الجراثيم الخارجية حتى نساعد عملية الإبيثيلايزيشن، يتغطى الجرح بطبقة من خلينا نقول النسيج الطبيعي، وهذه بتاخذ أشهر أحيانا. تمام حكيم. بالنسبة للصادات الحيوية في حال استعمالها على الجرح مباشر، يعني حقيقة الصادات الحيوية خلينا نقول الانديكيشن إلها أو الحاجة إلها إذا عندنا ما نسميه سيبسيس، يعني إذا المريض عنده حرارة، عنده ليكوسايتوسيس، عنده الجرح فيه إفرازات كبيرة، بهالحالة هذه نحن بحاجة إلى أن نستخدم السيستميك أو الانترافينوس أنتيبيوتيك اللي هو مناسب لنوع الجرثومة الموجودة في الجرح. أما المضادات الحيوية اللي فوق الجرح اللي أو تتحط على الجرح مباشرة، إلى الآن ما في دراسة حقيقة بتأكد فائدتها، يعني عدا بعض الحالات مثلا الديابيتيك فوت، هذول بيستخدموا الإينودين أو الأيودين، هذا ممكن يستخد يعني يساعد كلوكال أنتيباتيك، ومثل ما أن العسل أحياناً مفيد بهيك حالاً. تمام حكيم. حكيم بس معلش ولو بدنا نطول عليك تحملنا بسيطة. حكيم التطعيم مبكر، في حال كان عندنا تطعيم مبكر هل ممكن يؤثر على نمو النسيج الحبيبة؟ هو طبعا انت التطعيم اذا عندك اوفر اكتيف او نسيج حبيبة نامي اكثر من اللازم شو اسمه، فانت اثناء ما بتسوي ترقيع بتنظف الجرح وبتزيل منه طبقة هاي النسيج الحبيبة، وبتحط طبقة السكين جراف أو البارشل سيكنس أو السبليت سكين جراف، وعادة بيحطوا فوق منه فاك دريسنج حتى يشفط السوائل ويقلل من 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 هذا النسيج الحبيبة، ويساعد في إنه الترقيع الجلدي ياخذ مكانه. تمام حكيم. سؤال أخير بارك الله بك، بالنسبة لجرثومة الستاف الأعراض اللي بتظهر عنا في الحالة المصابة والطريقة الوقاية منها وطرق علاجها، بارك الله بك. سؤال أخير بارك الله بك حكيم. الله يجزيك الخير، يعني هو هذا سؤال مهم وشو اسمه، فعندك بيسموه هذا MRSA، يعني اللي هي إذا كان عندنا ستاف مقاوم للمضادات الحيوية، طبعا هذه أنت خصوصا الله يجزيك الخير في دار استشفاء وتجوز على كثير من المصابين بقرحة الفراش والجروح، فهذه أهم شيء أنت تستخدم مما يسمى الطريقة المثلى في الضماد، اللي تستخدم العقيمة، تستخدم جلافز، تستخدم وتحاول تعزلها من مريض لمريض، ما يكون يعني خصوصا اذا كان في عندك مريض تحاول تبعده وتعزله عن المرضى الثانيين حتى ما تنتقل هذه الجرثومه في الاماكن الاخرى. مثل ما قلت لك اذا كان هنا اذا فقط موضعي، اذا كانت هذه الستاف موضعيه فقط في الجرح، علاجها اظن فقط في الضماد وتغيير الضماد، واحيانا ممكن تستخدم اللي بيسموه الإينودين أو الضماد المشبع أو المشرب بالأيودين، هذا ممكن يساعد على التهاب. لا إذا عندك أعراض خلنا نقول سيبسيز أو التهاب في الجسم كله، حرارة وزيادة في الكريات، فينبغي استخدام المضاد الحيوي عن طريق الوريد المناسب لهذه الجرثومة.